هيكلة منظمة قيادة البوليساريو مخيمات تندوف وفق منظور إداري يخضع بالدرجة الأولى للهاجس الأمني. وعاد كل حد يعدل شيء مضاد لخط البوليساريو يتهموه أنه من الشبكات. هذاك التعذيب الصحة قف نفسي أنا ما قديت نساه. مدتيك 45 يوم تدريب شاق. وحينما ناديت أحدهم يرخف عن الكتاف وجدت أن يدي شبه مشلولتين، فقال أحدهم يجب أن تقطع يداه لكي لا يكتب بعد الآن حرفا. كي يحل كرعيك باش يخرج من تحت رجليك رأس الآخر باش ما يموت. هذه اللقطة عمري ما نساها.